احنا مو مثل باقي البلدان عندنا ساحات اللي توسون بيها وهاي، حتى الطابو عندنا ما بيها مستقبل بعد هاي الساحه هاي، حتى مرات يمنعونا من يمن. احنا هنا بالعراق ما عندنا مستقبل، عندنا هواي مثلا اخوي ولد عم اثنين متخرجين صار لهم 3 سنوات وماكو تعيين، لو وصلت لو ماكو ما حد يعينه.